رضي الله عنه يجهز راحلته ومعه مولاه خادمه سالم. ما جهز عمر يومها موكب كبير لفتح بيت المقدس، ما جهز موكب كمواكب اليوم وهو خليفة المسلمين، وإنما أخذ معه راحلة واتفق مع سالم مولاه خادمه أن يتناوبوا على ركوب الناقة، مرة يركب سالم ومرة يركب أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، الشام كلها كانت تحت إمرة عمر، العالم كله كان تحت قيادة عمر، يتناوب مع خادمه على ركوب الناقة. حتى قال عمر: يا سالم، إذا أنا ركبت أسمع لك جزءا من القرآن، وإذا نزلت تسمع لي أنت جزءا من القرآن. يسير عمر ليستلم مفاتيح بيت المقدس ومعه سالم، مرة يصعد عمر فيسمع من القرآن وينزل، ثم يسمع لمولاه لخادمه شيء من القرآن. أي عز وأي إباء نحن كنا فيه. ثم أحبتي، لما وصلوا على مشارف بيت المقدس وإذا بسالم ينظر، وإذا خلف بركة من الماء الأساقفة والقساوسة وأبو عبيدة بن الجراح ينتظرون موكب عمر، على أن موكب عمر جاء موكب كبير، وإذا بالدور يأتي على سالم. موعد الآن ركوب الناقة هو لسالم. فقال سالم: يا أمير المؤمنين، يا عمر، يا سيدي، يا أمير المؤمنين، إنهم ينتظرونك، ووقت الآن أن أصعد الناقة، ولكن يا عمر اصعد أنت حتى يستقبلوك. قال عمر لسالم: هل أنت أغنى مني بالثواب؟ اصعد. ورفض عمر أن يركب على الناقة وهو على قرب أن يقابل القساوسة والأساقفة وأبو عبيدة بن الجراح ليستلم مفاتيح بيت المقدس. وإذا بعمر يجر خطام الناقة ويضع حذاءه تحت إبطه الأيسر ويجر الناقة وعليها عبده، عليه مولاه، عليها خادمه سالم. وإذا بعمر يمضي فيلقى بركة من الماء مليئة بالطين، فيخوض بها عمر وقد خلع حذاءه وقد وصل هذا الماء ووصل هذا الطين إلى أسفل ركبة عمر. فوصل عمر إلى أبو عبيدة بن الجراح والأساقفة والقساوسة، فنظر أبو عبيدة إلى عمر، قال: يا أمير المؤمنين، همس في أذنه، قال: يا أمير المؤمنين، أهكذا بين هؤلاء؟ يعني يا عمر، هؤلاء الأساقفة والقساوسة يحبون المنظرة، يحبون المظاهر، تأتي يا عمر لتستلم مفاتيح بيت المقدس وقد وصل الطين إلى أسفل ركبتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهكذا بين هؤلاء؟ يعني تحرجنا بين هؤلاء؟ فنظر عمر إلى أبو عبيدة، قال: اسكت يا أبا عبيدة، اسكت يا أبا عبيدة، لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. يا أبا عبيدة، هم يجلوننا لإسلامنا لا لثيابنا، هم يجلوننا لإسلامنا لا لثيابنا. وإذا بكبير الأساقفة يقف، ثم انظروا، كبير الأساقفة والقساوسة يقف، ثم تسيل دموعه، ثم يقول: لقد قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يستلم مفاتيح بيت المقدس هو حاكم عادل، يأتي ليستلم المفاتيح ومولاه وخادمه راقد على ناقته في ثوبه 17 رقعة، في ثوبه 17 رقعة، فخر الأساقف كلهم ساجدون. أي عز وأي إباء. بعد صلاة العشاء يأتي 15 من كبار الأساقفة، اسمعوا إلى العز وإلى الإباء، يأتي 15 من كبار الأساقفة والقساوسة ليقفوا أمام عمر، ينحنون ليسلمون المفاتيح لعمر. يومها عمر استلم مفاتيح بيت المقدس، ثم سجد بعد صلاة العشاء، سجد لله سجدة شكر ما رفع رأسه عمر منها إلا عند أذان الفجر، إلا عند أذان الفجر. فمن يعود اليوم بيننا ليستلم مفاتيح بيت المقدس؟ تلك الأقفلة التي صدئت هناك
من يأتي اليوم بمفاتيح بيت المقدس ليعيدها لنا؟ من يعود اليوم ليعيد لنا مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحتى تعلموا أحبتي أن تحرير فلسطين ليس واجبا شرعيا على أهل فلسطين فقط، وإنما على كل مسلم. صلاح الدين الأيوبي هل كان فلسطينيا؟ بل قولوا وربكم هل كان عربيا؟ ما كان فلسطينيا ولا كان عربيا، لأنه علم أن المسلم لا يعترف بجنسية، وأن المسلم لا يعترف بحدود جغرافية وسياسية قد اصطنعها لنا أعداء الله. وإنما أي مسلم يشتكي في الدنيا هو أخي. لو مسلم اشتكى في الصين هو أخي، لو مسلم بكى في الهند فهو أخي. كل المسلمين إخواننا، نهب لنجدتهم. فكيف لو كان هذا المسلم يستغيث في مصر رسول الله؟ كيف ولو كان الذي يستغيث هو المسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟